ايه بقى، السلام عليكم. هلوس، ازيك يا ميت؟ عاملين ايه؟ طبعا يعني اكيد واضح من المنظر ان احنا اخوات. يعني ده طبعا للناس اللي اول مره تشوف ايه. طبعا في بنات كتير جدا 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 على القناه عارفين اوريدي ايه منزله على القناه عندي فيديوهين غير الفيديو التالت اللي احنا كنا فيه مع بعض، والبنات حبته جدا، فقررنا النهارده نعمل فيديو تاني. هو انتي ساكته ليه؟ عادي. قدمي ماشي. النهارده يا جماعه الفيديو بتاعنا، ان طبعا زي ما شايفين انا طالعه لكم جميله بهالاتي وكل الحاجات بتاعتي. فالاستاذه عامله البروفيشنال ايه هتعملي النهارده ميك اب بالميك اب بتاعها، اللي انا يعني انا لحد اللحظه دي انا لسه مش عارفه ايه هو الميك اب اساسا بتاع ايه، لان ايه اصلا يعني ما بتحطش ميك اب اصلا، فيعني الموضوع ده انا شاكه فيه اساسا. ماشي، هي انا عندي ثقه فيها في موضوع اللبس والفاشن والكلام ده، طبعا انتوا عارفين. موضوع الميك اب بقى هنشوف الوضع ايه. خفيش. لا ماسكه فيك قوي، ربنا يستر. يلا بينا نشوف ايه هتعمل فيا ايه. يلا يا جماعه نتفاجئ بقى بالميك اب بتاعي. بدايةً كده فاونديشن بتاع ام ان درجة 0.7، فدي بدايةً وشي فتح عليا يعني. كويس والله. في عندها ميبيلين 120 فتح عليا برضو، لان اصلا اية افتح مني يعني لونها افتح مني، فالطبيعي ان تبقى حاجاتها افتح مني يعني عادي يعني. انت عندك برونزر بقى انا مش هغششك كمان. شوف انت هتعملي ايه. لا هو بصوا، عامة انا ما بفهمش في اي حاجة في الميك، تمام؟ البرونزر ده اصلا مش فاهمة ايه. مش فاهمة يعني ايه برونزر يا جماعة. بص، دي مش اختي اساسا يا جماعة، دي مستر فيها. عيب عليكي لما تبقي اخت رورو ومش عارفة ليه برونزر ده ادمان يا ام. ده انا باخده حقن في الوريد. يلا هنبتدي ولا ايه؟ ما حطيتش كريم وما حطيتش اي حاجه، انا سايبك الضمير. فين الكريم؟ فين الكريم؟ لا فين الكريم؟ ايه بصوا بدايتها، فين الكريم؟ فين الكريم؟ فين كريمك يا ماما؟ يعني كمان ما تجيش عليا بالبشره. حسبي الله، انا جالسه قلت لكم دي مش اختي وما اعرفهاش، ما عندهاش نايب بالبشره. طيب يا بنات، انا حطيت الكريم بتاعي اللي هو بتاع جونسون فريش هايدريشن. وايه بقى هتكمل؟ يلا يا جماعه نبتدي. يلا حطينا الفاونديشن هنا زي ما هي بتعمل. ماشي، ده نوع ايه؟ ده ام ان. والفرشه اللي هنوزع بيها فرشه. يلا اتفضلي. يلا حبيبي اعمل ايه؟ معرفش انا اللي اعمل. انا بقول برضو بص، اول قصيده كفر فاونديشن ابيض. عشان ايه؟ خلي بالك خافوش هطلعها قمر. سمحتي الطرحه اللي انا مستلفاها منك، لو سمحتي. يعني ايه جسد اسود؟ استني، احنا هنحط كونسيلر هنا. مش لما توزعي ده الاول؟ يعني احنا بنحط الكونسيلر وبعد كده نوزع كله مع بعض. طب وزعي ده الاول. طيب اهم حاجه طلعتي كويس. ايه انتي فعلا بتلقيتي الطرحه؟ اقسم بالله يا جماعه، احنا الطرحه بنلبسها بعد ما نخلص ميك اب. احنا لابسينها بس دلوقتي عشان الفيديو. وانتوا بتتعلموا من ايه طبعا. الطريقه الصحيحه صدقوني بعمل لصحابي. بصوا، عندها هي الكونسيلر بتاع مس، عشان انا كنت جايبه لي واحد وكنت جايبه لها واحد، هي درجه 6 زي ما قلت لكم، عشان اصلا ايه افتح مني. بس هي كانت المفروض طبعا تحط ده قبل الفاونديشن عشان ده مصحح يعني، بس عادي يعني. اتفضل. طب يتحط هنا بقى صح؟ كتير تحط هنا صح؟ لا ده مش اضاءه بابا، ده مش اضاءه، ده هما ولا فهم هما بيعملوا كده. احنا بنعمل زيه. هو المفروض احط تحت العين؟ لا فوق العين ولا ايه؟ لو هتحطي اي شادو طبعا هتحطي يعني. نعم ما عنديش. امال يا سلام الهوا يا جدعان، ما عندهاش اي شادو اصلا.
امال اللوك ميك اب ايه اللي هتعملهولي؟ هنهرج ولازم اي شادو. امال ايه يا جماعه؟ انا ما بحطش اي شادو في اي فرح، مش حاجه اساسيه عندي، ما بحبوش اصلا. ايوه هي بتحط صح اي لاينر بقى. وصراحه ما بحطش اي لاينر، يعني ساعات بحط ماسكارا وبنزل. ده الفرح؟ اه. طب بتروحي ليه؟ انا بروح الفرح عشان احط ميك اب اصلا. بصي ايه انت بتدخلي البتاع جوه عيني، حرام عليكي. لسه ما عملتش، عشان هو اصلا ده بينشف بسرعه. انت يا عارفه ساعتين معلش يا جماعه، التليفون هرندي وده كل شويه يجي يقول لنا خلصتي كتير كده لازم امشي. طيب هنحط من ده ماشي، عشان بصوا تحت عيني بقى لونه اورانج ازاي، لان اصلا ده مصحر. طب انا ما عنديش بودر. انت بتقولي ده يا سلام، ما عنديش بودر؟ وما انت عندك ايه؟ يعني ما عندكيش بودر، ما عندكيش اي شادو. هي ميك اب ارتست، انا بنت عاديه زي اي واحده. استغفر الله العظيم. ايوه بس البودر دي اساسيه. ايه طب قولي لي يا حبيبتي انا دي كام؟ مره جايه ان شاء الله ما اعمل لك فيها. طب اصبري، مش انت عندك البودر الكرات بتاع ايفون اللي ملوش لازمه ده؟ طبعتي ده ثبتي بيه. بص يا بنات، ايه عندها الكرات دي من ايفون اللي دي اسمها ايدل لاولس سي سي. دي كانت كرات منزلها ايفون قبل كده. بصوا عامله ازاي، كلها سوري ايه بقى، كلها الوان. بصوا اصفر، يا لهوي. بصوا الوانها عامله ازاي. انا بالنسبه لي مش عارفه ليه الكرات دي اصلا كانت بالنسبه لي حاجه ملهاش لازمه، فايه هنستخدمها ان احنا نستخدمها كتثبيت عشان يعني. بس ما عندهاش لوز باودر، هي اصلا ايه ما عندهاش ميك اب، يعني احنا بنحط مش عارفه. اتفضلي يا جماعه، في الاخر المهم ان هي تطلع حلوه خلاص ايا كان هي حاطه ايه. ده بقى السيمبل لوك بالظبط كده. اهم حاجه لون الروش، ربي الروش حلو ونزل. فاشون يا جماعه، انا بالنسبه لي البلاشر والروش بس، ممكن قولي مصحح الحواجب عشان بس دول اهم حاجه بالنسبه لي. معلش شعر بنوكيو برضه مشاركنا في الفيديو. بنوكيو ده يا جماعه الكلب بتاعها هبقى اوريه لكم، شعره يعني موجود في كل حته في كل حاجه. تعملي عندها يا جماعه بودر حواجب الحمد لله بتاعت ام ان اللي انا بحبها برضه الحمد لله. بس الحمد لله مكسوره. ها يس معلش، ولادهم في تلقيح كلام كده. على فكره البنات مش شايفين عشان يتعلموا من مش مهم يا جماعه، حطي عشان انت بروفيشنال حطي بطريقتك. طب انا اعرف الناس كلها بتبتدي حاجه من النص كده مش من الاول. انا ماليش دعوه بحد. صح اهو ما شاء الله عليا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ربنا يحرسك من العين يا حبيبتي. بس يا جماعه احنا هنعمل فكره كده، هي لقيت لي عليها طبعا. قلت لها ما عندهاش اي شادو، قلت لها تحط لي اي شادو من البلاشر، يعني دي ابسط حاجه. يعني نحط لها اللون ده، شايفين حاجه؟ ده استني، ده بتاع ايفون، ده درجته قلتلها بايدي بقى عشان ما عنديش. عار عليا. اسهل. طب ما دي عينك بقى، خلينا نوريهم. بس هحط لها ايلاينر. ايلاينر صدق. بس طبعا بصوا يا جماعه، انا ما بعرفش احط ايلاينر لحد، فانا هجرب فيه. انا اصحابي لما باجي احط لهم ميك اب بقول لهم خد انت ارسمي الايلاينر لنفسك عادي بقى. طب ما دي عيني بيعرف الحلوه دي. بسم الله استعرفي كمان اولها كفر بتشد الجبن.
انا صدمت، انا صدمت فعلا. انت ما بعرفش ارسم لحد والله. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ما بعرفش ارسم لحد. ايه ده كنت سيبيها احسن. بس ما تحركيش بقى. اه يلا بقى التانية. ده غمض عيني لسه لازم تعمليها باتقان اكتر. اه مش مظبوطه. اه بقول لك سيبي. صدق صدق الله اعلم بقى التانية هتطلع زي دي ولا لا. امال عينك بقى. اه وريني كده. واو. بص عامة الايلاينر ده غير ده. اه ده عادي يعني بالنسبة لبن. ده طبعا قانون عند ايه. بس يعني ده غير ده عادي. انا مش بحطه اصلا. هي اصلا يا جماعه ما بتحطش غير لنفسها يعني. فكويس ان هي بتحط لي اصلا. ده بلاشر اوريفين. هم مش شايفينك على فكره. ايه ده بلاشر اوريفين اللي هو الكرات اللؤ. بس ده بتاع اوريفين بقى. اه انا بحبه ده. بحب احط. بس بصوا الكرات بتاعته صغنونه قوي بقى مش زي بتاع ايفون. بتاع ايفون الكرات بتاعته كبيره. لكن ده بص الكرة بتاعته ده وده بيدي برونزر ده. ماشي عشان كده بحط الدنيا. انا عايزك تقعدي عشان تباني معانا في الـ في الـ في الكادر. ماشي الحاجات دي وتقعدي. خلص قصدي ايه؟ هقول لك بقى في الاخر. هنقعد نشوف بقى الاخطاء اللي ايه عملتها في اخر الفيديو. يا بنتي علي صوتك. يا جماعه فكوكم من الاخطاء والهبل ده. كله بيتحط وننزل في الاخر. لا بس حلو. حلوه كروت اللؤلؤ بتاعت ايفون دي بتاعت اوريفلام. احلى حاجه عندي. حلو. اي معاها اللي هو الـ 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 الهايلايتر اللي انا بحبه بتاع ايفون بس اللون اللي هو النحاسي اللي بيدي برونز. تدخلي ايه؟ اه بس ده حلو قوي. ده اصلا لما بحطه بحس ان انا واخده تاني هنا. الناس على طول بيقولوا لي ام الخدود المورده منه. ها شفتوا؟ عشان تعرفوا مش انا بس اللي بحبه على فكره. بس هي بقى بتحب لون تاني. كنت بتعملي كده صح؟ بيدي تاني اللون ده. ده اللون النحاسي ده صح؟ اه بحب اللون ده. عندها اللي هي الماسكارا الذهبي دي بتاعت اماندا بس دي بني. وبعدين ما شاء الله بصي ممسوح من عليها كل حاجه يعني ما لهاش اي معالم لاي شيء غير ان هي مكتوب هنا نمبر 2 بس. هي دي اصلا انا بستعملها على طول. هي بتحب تحط الماسكارا بني ومعاها السودا بتاعت ام ام دي. شوفي بقى تحطي ايه. طبعا برضو ما عمري ما حطيت ماسكارا لحد يا جماعه. ماشي وانا عمري ما حد حط لي ماسكارا يعني. فاهمين الفكره؟ اصحابي برضو لما بحط لهم هم اللي بيحطوا. ها انا ما اعرفش. ايه انا خايفه على عيني. طب خدي انت حطي في حبوب. دي كده بتزورنا من وقت للتاني عادي والله. بصوا قمر. برافو عليا والله. اه برافو عليها. دلوقتي بقى نحط الروج. ماشي
طبعا الروج ده بقى يا جماعه يعني ده الحاجه الوحيده اللي هتلاقوها عند ايه بغزاره. عندها فرايتي روج عاليه وكتيره وتلات ارباعها بنكات اللي هي اللي انا ما بحبهاش اصلا وكده. هي عندها الروج هو ده الميك اب. ايوه معاك. حط لها اللون ده عشان انا بحبه وهي ما بتحبوش. جميل. بقول لك ايه، ما تروحي مطلبي انت تحطي الروج كمان. كمان ما بعرفش احط حد اقسم بالله. يعني كمان هتخليني احط الروج ما احبوش؟ انا ما بحبوش لان هو يعني انا ما بحبش الالوان الفاتحه، بس هو ده شغال شويه، بس انا ما بحبش ريحته. ريحه الروج ده بتاعها ده شوكولاته. حطيتي؟ لا عايز. ريحته شوكولاته قوي قوي يعني، وانا ما بحبش الروايح الاوفر دي. لسه هنوصل لجوه. قولي انت حطي برضو عشان بس ما اللوك بس ما يبص يا جماعه. اللوك اللوك ما يبص. بس اوكي يا جماعه، كده يا جماعه انا خلصت اللوك بتاعي، اللوك النهائي. اموره صح؟ اموره اموره، بس طبعا في اخطاء كتير يعني. بقى الاموره بلا فاصوليا لازم تعرفي. والله العظيم ابدا رورو لازم اعرفك الاخطاء. اتفضلي. اول حاجه طبعا هو الفاونديشن فتح حلقه، تمام كده؟ يعني واضح واضح ان الفرق. انا اشتري لها فاونديشن. لا طبعا طبعا. تاني حاجه بقى سيبك من كده، طبعا هي ما ثبتتوش ببودر، تمام؟ فلما جت تحط البلاشر عليه طبعا لطع، يعني بقى في حته وحته. لا بس انا قعدت اعمله كده يعني، بس هو لما جت تحط عليه البلاشر قطع، تمام كده؟ طبعا الالاينر، الالاينر رائع رائع. بصوا يا جماعه بصوا الرائع، يعني فظيع 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 فظيع. قمر. طبعا طبعا تمام كده. وطبعا تحت العين انا حاولت اثبته على قد ما اقدر، بس طبعا هو خطط شويه علشان خاطر برده ما ثبتناهوش. هو كل يعني هو الخطا مش خطا منها على قد ما هي مش عندها اصلا، يعني هي اصلا ما عندهاش لوز باودر عشان كده هي ما عرفتش تعمله يعني. بس قمر بس في النهايه طبعا قمر قمر طبعا قمر. انا هخليك على طول تحطي لي ميك اب على طول، كل ما يكون في عندنا مناسبه هيجي لاجل الايه عشان هي تحط لي ميك اب طبعا زي ما انتم شايفين. قولوا لنا رايكم. مستنى رايكم ايه. انا عندي حق ان هي عندها اخطاء ولا قمر؟ انتوا اللي هتقولوا بقى. اكيد في اخطاء، بس برضو طلعت اموره. مش لازم يبقى عندك كل حاجه. بالنسبه للناس البنات الكتير اللي قعدوا يقولوا لك اعملي لنا بقى فيديو جديد، اعملي لنا فيديو جديد عن الميجا لبس الجامعه، يعني مش ناويه تعملي لهم حاجه؟ طبعا اللي بيعيط ده بره ده علي، يعني ده علي قريب ان شاء الله يا جماعه. بس ادعولي نروح بقى نلحق علي ونشوفكم ان شاء الله. كنا عايزين نوري لهم بينوكيو المره الجايه ان شاء الله. ماشي اوكي، المره الجايه ان شاء الله. بس هو مش مستحمي كمان، مش مستحمي زي البيوتي بلندر بالظبط. ماشي. باي باي. هستنى رايكم تحت في الكومنتات. ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام انا وايه، سيب لكم برده لينك الانستجرام بتاعها تحت، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. باي باي.